بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. فبهداه مقتده أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي هؤلاء. عندنا عدة مقامات. أولا قال فبهداهم اقتده، ولم يقل فبهم اقتده، هداه. بينما في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال في هدي رسول الله. فالاقتداء به كله عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وأخلاقه كل صفاته. بل حتى إبراهيم عليه السلام حينما قال الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، فالأسوة في إبراهيم عليه السلام مع أنه أبو الأنبياء وهو صاحب الحنيفية، ومع هذا ما قال اقتدوا بإبراهيم كما قال اقتدوا بمحمد، إنما قال إذ قال، يعني لهم أسوة في لكم أسوة في إبراهيم والذي معهم إذ قال. فنحن نقتدي بالتوحيد، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون إلى آخره، ولعله يأتي الكلام عليه بعد قليل. بينما قال محمد عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله. طبعا شكرا، هذا فرق كبير، يعني عظيم المقام نبينا صلى الله عليه وسلم.